حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خلفان الكعبي. العميد خلفان، بعد التحية، إلى أي مدى تستطيع إيران أن تطور قدراتها العسكرية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي في ظل العقوبات الأمريكية والضغوطات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير. إيران حقيقة للأسف بأنها تصرف المبالغ اللي يجب أن تحول لرفاهية الشعب الإيراني تصرفها على هذه الصناعات. الصناعات الإيرانية يعني ببساطة هي تزود الحوثيين في اليمن بكل ما تنتجه، بدليل أن الصناعة الإيرانية ضعيفة ولا ترتقي بالمستوى الذي يبالغ ويباهي فيه القيادة الإيرانيين. أسلحة اللي يمتلكها الحوثيين لم تستطيع تغيير جبهات القتال. جبهات القتال الحوثيين يخسرون في كل جبهات، هم يستخدمون أسلحة إيرانية، فالأسلحة الإيرانية مهما طوروها لن تكون قادرة على مواجهة قوى متميزة كدول المنطقة والقوى الغربية، فهي لن بأي حال من الأحوال لا يمكنها الوصول لمستوى مجابهة دول المنطقة أو القوى الغربية. نعم، في ظل ما تعيشه إيران من عقوبات أمريكية وضغوطات دولية، في اعتقادك العميد الكعبي، ما هي الحلول لمواجهة هذا التطرف العسكري المستمر من جانب نظام الولي الفقيه في إيران؟ أنا أعتقد النهج الآن الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هذه العقوبات على إيران وكذلك تطبيق عدد كبير من الدول لهذه العقوبات على إيران، أكيد بالتأكيد سيكون هذا من شأنه أن يقلل العائدات الاقتصادية لنظام الولي الفقيه، وبالتالي لن يكون لديه مبالغ ليصرفها على هذا التسريع. أضف إلى ذلك الاحتجاجات التي نراها في مختلف المدن الإيرانية، أيضا حلفائه اللي هم أولهم الموجودين في العراق، أيضا الخسائر التي قد يخسرها في سوريا نتيجة التفاهمات الأمريكية الروسية، كل هذه وخسائرهم أيضا في اليمن، كل هذه الأمور مجتمعة إضافة للعقوبات الاقتصادية هذه بالتأكيد بتقلل من قدراتها في هذه الصناعة. الإيرانيين للأسف لديهم دعاية يعني مبالغة أكثر من اللازم، هم يتحدثون كثيرا. الإيرانيين أنفسهم لا يستطيعون المواجهة كإيرانيين، هم يواجهون عبر وكلائهم سواء في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق، هم لا يستطيعون يواجهون بشكل باسط، يواجهون عبر وكلائهم فقط. نعم، من أبو ظبي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خلفان الكعبي، شكرا جزيلا لك.